كان لي الفخر أنه أكون من ضمن فريق عمل قناة الإيمان ببرنامج 10 على 10. هالبرنامج اللي كان 10 على 10 بكل شيء، بفريق العمل، بالأعداد، بالتواصل مع الجمهور اللي بتسعى المحطة لحتى تكون هي الواجهة التي تنقل المجتمعات معها إلى وعي رسالي، كما هو شعار المؤسسة نحو وعي رسالي. قناة الإمام بظل الهجمة الإعلامية على المجتمعات لتدمير القيم، حامل رسالة القيم بكل برامجها، والمتابع لها وشريحة المتابعين لها بيعرف أنه هذه القناة بما تمثل ومن تمثل تشكل نقلة نوعية بعالم الإعلام منحتاج لها بظل هيدي الظروف. قناة الإيمان بذكرى انطلاقتها 14 مكملة لتحقق الهدف نحو وعي رسالي، اللي نرجع منكرر ومشدد عليه، لأنه نحن بمكان يسعى دائما إلى كي الوعي، إلى تهديم الوعي، إلى محاربة الرسالات السماوية. ولأن القناة تنطلق من فكر وهذا الفكر يجب أن يصل، فهي بإذن الله تنمو وما كان لله ينمو. بذكرى 14 لانطلاقة هذه القناة المباركة إن شاء الله للمزيد من العمل على نشر وبث الوعي الرسالي، والله يوفقكم بهذه المهمة. وبجدد افتخاري بانتمائي بفترة من الفترات لهالقناة المميزة، وكل عام وانتم بخير.